بات هذا المشهد مألوفا في بابل، فالمحافظة التي تعتبر حلقة وصل بين بغداد والمحافظات الوسطى تشكو من أزمة مرور خانقة، حيث تكاد تتوقف هنا عجلة الحياة في ظل تلكؤ حكومي بإنجاز مشاريع المجسرات والطرق، إلى جانب غياب أعمال صيانة الشوارع الرئيسة. احنا هنا معاناه التاكسي وكل اصحاب الشان الدوام وحتى الطلبه الدوام يكون الساعه ب8 يطلعون لازم الساعه 6:30 بسبب الازدحامات المليئه، وانت هاي شوف عينك ازدحامات كلش مزدحمه، والحله تعاني من هذا الشيء شلل مشلوله بسبب الازدحام. ومع غياب الحلول الجذرية وتفاقم الأزمة التي تنعكس مباشرة على حياة السكان، تتعالى الأصوات الغاضبة من تجاهل السلطات الحكومية لهذا الملف الحيوي. يعني مثلا السيارات هواي، الشوارع ضيقة، يعني انت ادري، يعني انت ما يهزكم ضميركم، انت المسؤول، يعني المسؤول انت ليش؟ يعني تشوف هسه شارع ايش قدوته؟ المفروض احنا الشارع اقل شارع بد 30 او 35، عم 30 25 متر، عم يخالف، يعني الواحد يطلع العملة، الموظف يطلع لازم يطلع بالخمسة حتى يوصل لو ب8:30 لو ب9، ازدحام. على الضفة الأخرى، تقول مديرية دائرة التخطيط في بابل إن الأزمة غير قابلة للحل بخطط وقتية أو بتكثيف جهود رجال المرور في شوارع عاجزة عن استيعاب أعداد السيارات المستوردة، بالإضافة إلى فشل قطاع النقل العام وعدم الالتزام بالقوانين. يعني مضاعفة باستيراد سيارات يعني خارج قدرة الشوارع على الاستيعاب، ومشاكل أخرى تنظيمية وهي مرور الشاحنات الكبيرة من خلال مركز المدينة، وهذا سبب ازدحام آخر. وتأخذ أزمة الاختناقات المرورية بعدا آخر في بابل، إذ يؤكد المواطنون أنه على الرغم من ندرة تشييد السلطات لمجسرات قد تخفف من وطأة الأزمة، إلا أن هذه المشاريع تنفذ بطرق عشوائية في مناطق تخلو أساسا من أي ازدحام مروري.